رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ويعني فقرتنا الأولى الحوارية، ويعني بنتكلم فيها عن رياضة الرماية للسيدات اللي ماشية في مصر بخطوات ثابتة، والفتيات والسيدات المشاركات في البطولات العالمية بيثبتوا نفسهم وبيحصدوا كثير من الميداليات والألقاب. معانا النهاردة نموذج محترم قدرت إنها ترفع اسم مصر في كثير من المنافسات. بنرحب بضيفتنا النهارده اللاعبه هدير مخيبر، لاعبه منتخب مصر وبطله العالم في الرمايه. كابتن هدير مشرفانا ومنورانا في 10 الصبح الاهلي. ميرسي، شكرا. صباح الهنا. صباح النور. وسعداء انك بجد لما تلاقي نموذج نسائي وكمان ناجح في مجال الرياضه، فده بيبقى ميكس عظيم جدا، وبيأكد فكره هنا برضو يعني الاهتمام بالرياضه النسائيه حتى وان كان ده مؤخرا، بس واضح ان في كمان شغل كبير بيحصل. وانت بقى عايزه اقرا معاكي يعني لو تسمحي لي يا هدير، لان زي ما حضراتكم برضو تعرفوا ضيفتنا حصلت على ايه. اولا ميداليه ذهبيه في اولمبياد الناشئين نتكلم 2014، ذهبيه البطوله الافريقيه 2015، الميداليه الفضيه في بطولة الشيخة فاطمة الدولية بالإمارات 2017، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى في الرياضة. لا وأنا عندي كتير لسه يعني، بصي بجد ما شاء الله. بس خلينا نبدأ من الأول، هدير إيه اللي حبيبك في الرماية وليه ابتديتيها ومين اللي شجعك؟ يعني خلينا نعرف. اولا انا بابايا هو السبب الرئيسي في دخولي اللعبه دي. انا وانا صغيره كنت بروح معاه، هو ضابط جيش، فكنت بروح معاه بقى يعني الاسماعيليه لان هو كان بيخدم هناك، فكنت بشوف الضباط وهم بيضربوا هناك رمايه وكده في المعسكرات. فقلت له يعني انا حابه الموضوع وعايزه ادخل فيه، قال لي اول ما هنزل القاهره ان شاء الله هدخلك. ففعلا اول ما اتنقل القاهره، جابني ووداني نادي المؤسسه العسكريه ودخلت هناك وبدات اشترك هناك. الحمد لله كانت بدايتي قويه، اول ما دخلت اتاهلت على طول لاولمبياد ناشئين. ودخلت فعلا، سافرت اولمبياد الناشئين وجبت ميداليه ذهب في الميكس تيم اولمبياد الناشئين. يعني اول بطوله ليكي كانت بميداليه ذهب. الحمد لله. كانت دي اول بطوله دوليه اشترك فيها يعني. فاتاهلت ساعتها في مصر وسافرت اولمبياد الناشئين وجبت الميداليه الذهب، واتكرمت بعدها من الرئيس عبد الفتاح السيسي واداني وسام الجمهوريه من الطبقه الاولى. فدي كانت بدايه مسيرتي يعني، وهو بدايه رائعه الصراحه. الحمد لله. فدي كانت اول حاجه عملتها في الكارير يعني، والحمد لله بعد كده ربنا كرمني بميداليات بقى كتير بعدها بدعم طبعا اهلي وبابايا بس انا الفتره الاخيره توقفت سنتين لظروف يعني، يعني اتجوزت وخلفت ووقفت سنتين. بعد كده بقى يعني قلت قررت ان انا لازم ارجع تاني. طبعا بدعم جوزي ليا الصراحه شجعني جامد جدا ان انا ارجع، واهلي كلهم قالوا لي يعني لازم ترجعي. صح. فعلا رجعت. المفروض انا اصلا بلعب بندقيه ضغط هواء. رجعت ساعتها المنتخب اوريدي كان اتعدل البطوله الافريقيه دي، فالمدرب بتاعي قال لي يعني لو كده ممكن تشاركي في سلاح بندقيه رصاص 3 اوضاع. دي لعبه جديده عليا تماما، ما اشتركتش فيها قبل كده ولا لعبتها خالص. هم 3 اوضاع يعني واقف رائد مرتكز. فقلت له ساعتها خلاص اوكي ما عنديش مشكله. هو اداني الثقه الصراحه وكان واثق فيا ان انا اقدر اعمل حاجه، وفعلا ربنا كرمني. اتمرنت 10 ايام، سافرنا اذربيجان عملنا معسكر هناك لان احنا الميادين عندنا كانت ساعتها لسه ما اتفتحتش ان احنا نقدر نتمرن فيها. سافرت هناك 10 ايام اتمرنت، رجعت مصر قبل البطوله ب 10 ايام. بعد ما رجعت 10 ايام بالظبط قبل البطوله، الحمد لله ربنا كرمني جبت البرونز يعني في افريقيا اللي فاتت دي. الحمد لله. كابتن هدير، كم ميداليه لحد دلوقتي قدرتي تحققيهم؟ مش هقدر اعدهم. هم الحمد لله ما شاء الله كتير يعني. وايه البطوله اللي نفسك تفوزي بيها؟ انا دلوقتي صراحه بعد نفسي للاولمبيات اللي جايه ان شاء الله، نفسي اعمل حاجه تانية. احساس انك يعني بنستعرض بعض الصور والميداليات. الميداليه دي كانت فين؟ دي اخر ميداليه اخذتها. ده وضع الرائد الرصاص اللي انت قلتي. وضع الرائد دي اخر ميداليه انا اخذتها. ده الرائد. احنا هنا كابتن هدير. اوكي الرائد. اوكي. بتحتاجي كم ساعة تدريب في اليوم؟ وكمان ده في العادي او قبل البطولات بقى مع المعسكرات؟ لا هو انا بروح مثلا من الساعة 8 الصبح
لغايه مثلا الساعه 3 العصر. يعني بقعد طبعا كتير. طب ده ما بيتعارضش مع مثلا لو في حد بيشتغل؟ اكيد في ناس كتير ابطال بيشتغلوا وعندهم مسؤوليات صعبه، بس وجود بقى يعني الاهل والاقارب هم اللي بيساعدوا الصراحه. يعني انا دلوقتي مبطله شغل، يعني واخده اجازه، لكن يعني انا دلوقتي ما تفرغت، وجود اهلي بقى هم بيساعدوني جامد جدا. يعني ما شاء الله زوج داعم، وده المهم ان الناس دايما تختار بارتنر، زوج او زوجه داعمين للي هم بيحبوه والناجحين فيه. بالظبط، لان ممكن تاني واحده تانية بطله او بطل يتجوز يقول لك خلاص. يعني لا هو الصراحه يعني اهله كمان، وهو يعني كلهم الصراحه يعني اهلي واهله كلهم داعمين لي. يعني انا بشكر جدا حماتي لانها مؤمنه بموهبتي جدا وبتدعمني جدا في القصص دي، وطبعا بابايا يعني اساسي. صحيح. هو اللي الاهل الاساسي، وامي طبعا دعواتها ليا. احكي لي بقى اللقطه دي انا وفاروق حابين نعرف احساسك لما جالك التليفون، سياده الرئيس هيقابلك في تكريم، لغايه لما كنت واقفه على الباب بره وبعدين اتنادى اسمك، وطبعا بيبقى في حوار سريع مع الرئيس في اللحظه دي، خلينا نعرف بقى. انا طبعا كنت مبسوطه جدا اول ما عرفت، ما كنتش مصدقه نفسي الصراحه. كان هو ممر طويل كده الرئيس بيبقى واقف فيه واحنا بنمشي، انا بقى طبعا يعني كنت عايزه اطير عشان اوصل الصراحه ان انا اسلم عليه. حاجه جميله جدا، وحاجه تدي الواحد ثقه اكتر، وتدي الواحد ان هو يعمل اكتر ويبذل مجهود اكتر عشان الدعم المعنوي صراحه. لسه كنا انا وفاروق الدعم المعنوي. ويعني برضو خلينا نتفق انا وهند اتكلمنا في الامر ده، ان القياده السياسيه لا تتوانى عن تقديم الدعم المادي المعنوي لكل الرياضيين ولكل افراد المنظومه الرياضيه، وده بيبان مردوده في سرعه تقديم الدعم وسرعه الاستجابه. يعني التكريم بيبقى في وقته دايما بنقول، يعني التكريم بيبقى في وقته. وفعلا هو الوزير كرمنا برضو بعد الميداليه اللي انا جبتها دي على طول، استدعانا في العاصمه وكرمنا وادانا شهاده تقدير، فحاجه كويسه جدا. واحد انبسط جدا ان في حد بيدعمه. هو الصراحه الوزير عامل شغل جامد جدا جدا الفتره اللي فاتت دي. هو بصي احنا اتكلمنا يعني في حلقات مختلفه عن الاتحادات كلها ووضع الرياضه المصريه. في اتحادات، يمكن اتحاد الرمايه من الاتحادات شغل الاتحادات واخده حقها، لكن اللي حصل على نصيب الى حد ما، لان انتوا واصلين برضو بالنتائج ليه يعني رانكينجز محترمه، فبيبقى في نصيب اكبر شويه من الرعايه الماديه وغيره. لكن في بعض الاتحادات الثانيه اللي محتاجه لسه يعني اهتمام أكتر ودعم اكبر. بس بالنسبه للرمايه تحديدا، لو هنرجع يعني، هل المعسكرات بتبقى كفرد من الاتحاد نفسه؟ في الدعم الكافي بيكون من وزاره الشباب والرياضه؟ يعني خلينا نعرف برضو الاجواء. طبعا حتى لو هدير بطله وواصله لمستوى كبير، بس مثلا مستوى مادي معقول او جيد، في غيرنا ابطال تانية مستواهم المادي وده لا يقلل منهم، لكن غير جيد يعني. فالوضع بيكون ازاي برضه؟ لا هو الصراحه بيبقى في دعم في معسكرات. انا زي ما قلت لحضرتك احنا سافرنا قبل البطوله الافريقيه 10 ايام عشان نقدر ان احنا نتمرن على الميادين ونضرب رصاص حي، لان الميدان ساعتها عندنا بتاع العاصمه كان مقفول، ما كانش ينفع ان احنا نتمرن فيه في الوقت ده. وسفرونا فعلا وعملوا لنا معسكر، ودلوقتي في خطه اعداد بتتم ان احنا عشان الاولمبياد لازم هنسافر معسكرات تدريبيه. لازم خارجيه ولا خارجيه وداخليه الاثنين لازم. واوريدي اصلا الكلام ده تم في البطولات اللي فاتت اللي انا حققتها، كان في معسكرات وفي سفر كتير جدا لينا تدريبي ومع مدربين اجانب كمان. يعني احنا عملنا معسكرات تدريبيه مع مدربين اجانب. فلا هو الصراحه الوزير ورئيس الاتحاد بتاعنا عامل شغل كويس جدا معانا. الحمد لله. كابتن هدير، وقت التدريب والمشاركه في البطولات هل بيتعارض مع البيت مع الشغل؟ وازاي بتوازني ما بين الحياه الشخصيه الحياه العمليه الرياضه؟ اعتقد بتبقى معادله صعبه جدا. هي صعبه جدا جدا ومجهده جدا، بس يعني طول ما الواحد بيحقق بيبقى عنده طاقه اكتر. طبعا الموضوع يعني مش بيبقى سهل لوحدي، يعني انا ما اقدرش اوازن لوحدي، وجود زوج بيدعم مؤمن بموهبه، اسره بتؤمن بموهبه، هي دي اللي بتساعد ان انا اقدر اكمل واقدر ان انا احقق ميداليات اكتر. فهم يعني انا وجودي لوحدي مش كافي، هم وجودهم معايا اساسي ودعمهم ليا اساسي. فالحمد لله هم بيدعموني وانا الحمد لله ماشيه على خطى ثابت وبتقدم واحده واحده. يعني بتديهم نتائج الصبر او الدعم ده. الحمد لله وده مهم. الحمد لله. هروح معاكي برضو للرمايه في العموم بقى في مصر. واصلين لليفل ايه احنا؟ وايه الدول اللي سابقانا بكتير؟ وعايز اعرف برضو الفتره اللي جايه ان شاء الله بعد الاولمبياد، هل في
خطة عن تطوير الرماية واللعبة دي وانتشارها بشكل أكبر مثلا؟ يعني خطة الاتحاد لو عندك برضو فكرة إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية بعد الأولمبياد طبعا؟ هو المفروض إن إحنا دلوقتي بنعمل معسكرات، هيبقى في المدرب بيحط خطة تدريبية إن هو مثلا من الفترة الفلانية للفترة الفلانية دي هيتم معسكر في المكان ده. كويس. في سفريات كأس عالم هنلعبها، هندخل مسابقات، دي كلها بتدينا قوة أكتر بحيث إن إحنا نقدر ننافس أكتر ويبقى عندنا تطلع للعالم الخارجي زي مثلا الدول المتقدمة في اللعبة، فبنحاول إن إحنا ناخد منها ونحاول إن إحنا نبقى زيها. يعني إيه أكتر الدول المتقدمة؟ والله هو في كتير، يعني في الهند جامدة جدا في الرماية. الهند؟ جامدة جدا في الرماية، وعاملين شغل عالي كمان في الإكويبمنت بتاعتهم أصلا. يعني هم البدل اللي إحنا بنلبسها، شركة اسمها كبابي هي يعني رقم واحد دلوقتي في الصناعة. فلا هم الهند شغالة كويس جدا، ألمانيا طبعا الأسلحة كلها ألمانية من ألمانيا، في الصراحة دول كتير جدا، إيطاليا. فلا يعني طب احنا ترتيبنا كام او تصنيفنا؟ احنا دلوقتي بدأنا ان احنا ننافس بقوة، مش هقدر اقول ترتيب محدد، بس احنا يعني اشتركنا في كذا بطوله وعملنا كذا حاجه. مش دايما برضه ان انت تدخلي تجيبي ميداليه في كل كاس عالم، مفيش بطل عالم كل مره بيدخل بيجيب يعني ميداليه، بيبقى باختلاف كل بطوله بيبقى في واحد تاني بيظهر، في دوله تانيه بتظهر. فهو الصراحه في كتير، يعني في دول كتير جامده في اللعبه. اوكي. بس كويس احنا بروميسنج، احنا يعني الحمد لله. وعزمي مثلا محلبه طبعا عامل شغل جامد جدا، فلا احنا الحمد لله بدأنا ان احنا نوصل للعالمية بشكل جامد جدا. كابتن هدير، ايه ابرز الصعوبات اللي انت واجهتيها في لعبة الرماية؟ في حاجات قدرت تتغلبي عليها، في حاجات لسه اعتقد بتبقى صعبة جدا، ايه ابرز الصعوبات اللي انت قدرت يعني تواجهيها في لعبة الرماية؟ هو الفكرة ان انت تثبت على المستوى بتاعك وتحاول ان انت تعلي من مستواك كمان، لان انت العالم الخارجي بيتطور بامكانيات سواء اسلحه او بدل او الكلام ده كله، بمساعده بقى الجهات اللي هم الوزاره ورئيس الاتحاد ان هو يوفر لنا الكلام ده كله. ده بيخلي الواحد ان هو يقدر فعلا يستمر ويقدر ان هو يوصل لمستوى كويس ويقدر ان هو يواكب الارتفاعات اللي بتحصل في المستويات. فطبعا يعني الصعوبات ان انت ما تقدرش ان انت يعني تواكب المستويات، بس بدعم الناس معاك خلاص هتقدر ان انت تقدر ان انت مستواك يعلى وتقدر ان انت تنافس بقوه مع الابطال اللي بره. يعني هدير احنا معتمدين عليكي في باريس 2024 وكان بجد في الرماية ان شاء الله، انت وعزمي وابطالنا المختلفين، لان لما بيبقى واحد او بلد عندها كادر كبير فمعلش الحمل بيبقى عليكم انتوا اكبر. فكل التوفيق. شكرا جدا. ان شاء الله ويبقى لينا لقاء انا وفاروق، انا وكريم قناه الاهلي معانا ان شاء الله لما تعودي من باذن الله الاولمبياد معاكي ميداليه، حتى لو مش ذهبيه بس يعني اتليست تكون ميداليه ان شاء الله باذن الله. نورتينا جدا. شكرا جدا. نروح فاصل؟ نروح فاصل يلا بينا ونرجع نكمل.